ضمن الجهود الساعية لوقف حرب غزة، يبدو أن واشنطن تقترب من اعتماد خطة الجنرالات، هي خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة. موقع أكسيوس أكد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يدرس تقديم خطة أو هذه الخطة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بأسابيع قليلة، والتي يمكن أن تكون بحسب أكسيوس الإرث الإيجابي الوحيد لإدارة بايدن كسيناريو محتمل لإنهاء الحرب، خاصة مع عدم امتلاك واشنطن لصفقة للتبادل ولوقف النار في غزة قبل نهاية ولاية إدارة بايدن. وبالتالي فإن هذه الخطة يمكن أن تبدأ في رسم طريق للخروج من حرب غزة رغم الانتقادات التي تواجهها فلسطينيا، خاصة بعد أن أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن هذه الخطة لا تخدم إلا مصالح نتنياهو، يمكن أيضا أن تؤدي إلى تهميش رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته، في حين أكد الموقع أن الخطة قد تشكل ضعفا غير مسبوق أو ضغطا في الحقيقة غير مسبوق على قطاع غزة لإجبار حماس على الاستسلام. ولكن ما هي هذه الخطة وكيف ستنتهي الحرب؟ إذن يصف هذا الموقع، موقع أكسيوس، هذه الخطة بأنها استراتيجية جديدة قد تغير مجرى الصراع بالكامل، تبدأ بدعوة السكان المدنيين لإخلاء مناطقهم وتوجههم جنوب قطاع غزة، كذلك لفرض إسرائيل السيطرة طويلة الأمد على شمال القطاع، على ما يبدو ما يعني تقسيم غزة إلى منطقتين وإنشاء إدارة جديدة في الجنوب خالية من حماس، الأمر الذي سيسمح لإسرائيل أيضا باعتبار أي مدني يختار البقاء في الشمال مقاتلا ويمكن استهدافه، إضافة لفرض حصار كامل على موارد شمال غزة الأساسية، ما يسهل عليها خنق حماس، كما دعت الخطة إلى نشر قوة دولية مؤقتة لتقديم المساعدات الإنسانية وإرساء القانون والنظام ووضع البنية التحتية لحكم القطاع بعد الحرب.